المقادير بتاعتنا بسم الله. اول حاجه عندي لفه جلاش وسمنه سايحه، السمنه السايحه ملهاش مقدار. بعد كده عندي الشربات، كوبايتين ميه، كوبايتين سكر، معلقه عصير ليمون او ما يعادل ليمونه، وعندي ميه ورد لان ميه الورد او ميه الزهر هي اساس طعم وريحه البقلاوه عند الحلواني. بعد كده الحشوه هتبقى سوداني مجروش، معلقتين كبار سكر بودر، وشويه من شربات الجلاش، وبرده ميه الورد او ميه الزهر. دي المقادير بتاعتنا، مفيش اسهل من كده. اهم حاجه عندي في الموضوع لفه الجلاش لازم تتغطى كويس، يعني انا لفاها في كيس بلاستيك وكمان حاطه عليها فوطه عشان اعرف الفها وكشكشها كويس معايا، لازم تبقى متغطيه. اول حاجه هنعملها الشربات، واسيبه يبرد خالص عشان بعد كده هاخد منه على الحشوه بتاعتنا. الشربات بتاعنا مقاديره بسم الله، كوبايتين ميه، هنقول اهو المقادير تاني واحنا شغالين، نشغل بس ايه عين البوتاجاز، كوبايتين ميه كوبايتين سكر قد بعض بسم الله، وهسيبه يغلي شويه عشان لازم يكون بارد. ادي كده كوبايتين ميه كوبايتين سكر على بعض، ومن الاول خالص كده علشان يتقل ويختم معايا هحط زي ما قلت لكم معلقه كبيره عصير ليمون، لكن ميه الزهر او الورد مش هنحطها دلوقتي زي ما احنا متفقين مع بعض، لازم الشربات يغلي وانا رايحه اطفي عليه اروح حاطه اي معطرات انا عايزاها عشان تفضل ريحتها موجوده فيها. ممكن نحط فانيليا جدا مفيش اي مشكله، لو ما عنديش ميه ورد احط فانيليا بس برده امتى؟ في الاخر خالص. فانا عندي ميه الورد اهي هخليها جنبي اول ما يغلي والسكر يدوب هحطها في الاخر. سمنه سايحه مسيحاها وعامله شربات بارد ومجهزاه معايا وسبته يبرد خالص علشان تعالوا كمان نجهز الحشوه بسم الله. الحشوه بتاعتنا بصوا بقى دي مهمه جدا لان هي دي اساس التطعيمه الحلوه او الحشوه الحلوه اللي هتبقى في قلب صوابع البقلاوه او صوابع الجلاش. انا عندي سوداني هحط عليه معلقتين سكر بودره بيدوا تماسك وبيدوا كمان طعم حلو قوي. نجيب معلقه معلقه، وادي مقادير الحشوه كمان معانا اهي، نقلب كده السوداني مع السكر البودر. الحشوه دي طعمها هيعجبكم جدا اهو. يا استاذ حسين صباح الخير. يا صباح الفل وصباح السعاده. ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك يا شيف هالة، ربنا يخليك ودايما منورنا، صباحك سعادة وهنا يا رب. الله يخليك، صباح السعادة والسكر زيادة، الله ينور الحلويات دي. الله يخليك. شوف بقى صوابع البقلاوة دي هتعجبك جدا إن شاء الله بإذن الله. والله حضرتك يعني زي ما بيقولوا العيال بتاكل قبل البق، صراحة تسلم إيدك والله يا شيف. ربنا يخليك دايما منورنا والله، ألف شكر. الله يخليك. أشكرك الله يا أستاذ حسين، ألف شكر. تسلم لي يا رب. كل شكرا. في رعاية الله نورتنا. حطيت ايه بقى وانا بكلم استاذ حسين؟ حطيت سكر بودره على السوداني المجروش خشن كده، وحطيت كمان ميه ورد، وحطيت شويه من الشربات اللي انا عملته وسبته يبرد شويه منه كده. طب لو انا بقى دلوقتي مثلا حطيت الشربات على النار وعايزه على ما الشربات يغلي ويتقل اكون عملت الحشوه وخلص، ماشي ممكن نحط عسل نحل وممكن نحط معلقه كلوكوز، عسل كلوكوز لو موجود عندك. ايه بقى فايدة الشربات التماسك ده؟ وبيدي طعم حلو جدا، وعايزة اقول لكم الريحة طالعة في منتهى الجمال. كده هخلي بقى معلقتين جوه كده الحشوة، وكمان كده الحشوة الله اكبر جهزت معانا. هنشتغل بقى على طول. هنشيل بقى الشربات ده كده بعيد. والسمنة السايحة هحط فيها فرشة لدهن ورق الجلاش اللي هنحوله لايه؟ لبقلاوة. وهنعمل ايه بقى؟ منديل كده حلو، نمسح الاول الرخامه كده قدامنا، ونجيب بقى ايه عيدان مثلا شيش طاووق بس تكون تخينه شويه او كذا عود مع بعض، والف عليهم اي بلاستيك اخليهم تخان شويه، ايد معلقه خشب، اي حاجه تديكي بس ايه السم كده. ده بص يا ابو صلاح ده السمك المطلوب.
اي حاجه بقى، يعني عارفه زي ما بقول لك كده، معلقه خشب اللي بنقلب بيها تنفع، كذا عود شيش طاووق احطهم على بعض والف عليهم بلاستيك، او الف عليهم مثلا اللزق ده مش فاكره اسمه ايه، اي حاجه تكون بالسمك ده علشان تديني صوابع البقلاوه زي بتاعه الحلواني بالظبط. بس هي دي اداه التشكيل بتاعتي. فكل اللي هنعمله صينيه مدهونه سمنه كويس، الجلاش يا جماعه علشان يديكي اي نتيجه زي ما انت عايزاها بالظبط روحوا السمنه. وبعد كده بيطرد، بياخد السمنه اللي هو عايزها وبيطرد الباقي، ما تقلقيش خالص، وبتبقي تصفيه بعد كده. هخلي كده ادي صينيه عندي انا عامله ثلاث ارباعها بصوابع الجلاش، وهنكمل دلوقتي اللي باقي. وادي بصوا السمنه باينه اهي مدهونه سمنه كويس قوي. وفي صينيه في الفرن يا جماعه ممكن تفكروني بيها، بسم الله قربت اهي يا مسهل. هنعمل ايه بقى مع بعض؟ ادي لفه الجلاش، شايفين مغلفاها كام تغليفه؟ كام تغليفه؟ لازم عشان تبقى طريه معاكي. بسم الله ماشي كده، دي اول خطوه اهي معايا. تعالوا الاول كده معلش يا ابو صلاح بقى نتعبك معانا، الشربات غلي اهو والسكر داب تماما. هنا هروح نازله بميه الورد او الفانيليا اللي موجوده عندك، تاخد غلوه معاهم وهطفي النار. طب ايه ده؟ ده كده ما تقلش، ده احنا المفروض الشربات بتاع الجلاش او بتاع البقلاوه يتقل، هيتقل اول ما يبرد، لان السكر والميه قد بعض. يعني الميه لو كانت هي اكتر يبقى مش هيتقل لما يبرد، لكن السكر والميه قد بعض يبقى اول ما هيبرد هيتقل، فاحنا مش عايزينه يغلي كتير عشان ما يختمش معايا. فكده غلي اهو غلوه صغنطوطه خالص مع ميه الورد او ميه الزهر، خلاص شكرا، هو كده تمام، طفيت عليه وتسيبيه يبرد تماما. تعالوا نشوف الصينيه اخبارها ايه. بسم الله لسه شويه سامعاكي، لسه شويه. يلا نشكل بقى ونشوف كده هنشكل ازاي. التشكيله سهله جدا، ورقتين زي ما اتفقنا اهم، بصوا ما فيش بينهم سمنه ولا اي حاجه اهم، حطيت الورقتين على بعض، دهنت هنا كده السمنه بالشكل ده، وبعد كده هجيب اي عود خشب بالسمك ده وهقفل عليه كده واثبت، بصوا اهو بس كده، شايفين الحركه دي اهي، دي المهمه جدا، هي دي اساس التشكيل ماشي، يعني العود جوه اهو. وبعد كده هناخد من الحشوه بتاعتنا اللي اصلا الشربات خلاها تماسكت، فاعرف بمنتهى السهوله اوزعها كده. ادي الحشوه وشايفين متماسك ازاي، لو انا ما حطيتش الشربات وما خليتش الحشوه متماسكه كده وانا بلف هتلاقي السوداني ده عمال ينزل من كل ناحيه. وبعد كده هروح بصوا قافل عليه كده اهو، وكملي لف وانت بتحكمي كده اهو بس كده. هنيجي بقى هنا للاخر، وعايزه بس احط كده ايه مسحه سمنه تقفل الدنيا دي على بعضها بس يا ستي، اضغطي كده ماشي. وبعدين هنيجي بقى من النص كده وندي كشكشه بسيطه من النص الاول، وبعدين اطلعي على الحروف كل شويه كده، اطلعي على الحروف على قد ما تقدري اهو، كشكشي كده بالشكل ده. بصوا اهم حاجه ما تسيبيهوش شويه من غير كشكشه عشان السمنه هتجمده وتخليه يقطع منك بعد كده، اسحبي، اهم حاجه عايزه طبقه سليمه. شايفين؟ ماشي والله يا ابو صلاح، يعني عايزه اقول لك احلى، بس مش عايزه اتكلم. بس انا مش عايزه اتكلم يا باشا، احنا ما بنتكلمش عن نفسنا. بصوا خدوا بقى الزياده دي كده نروح حاطينها هنا بس كده، وبعد كده لازم ياخد حقه في السمنه، بياخد اللي هو محتاجه من السمنه وبيتحمر كويس، والباقي تبص تلاقيه مطرود في الصينيه نفسها تصفيه بس اهي. لا ما انا مش عايزه كبشه، ما انا لو عايزه كبشه كنت عملت كده، هي يا دوبك بالفرشه كده بس ايه، بصوا بنطعم كده بس نديله حقه بس، وخلاويص هيدخل الفرن على درجه 200 اللي هي وسط مايله شويه لعاليه، يتحمر ونشوف كده اللي في الفرن، يا رب تكون اتحمرت. بسم الله، يعني هي ابتدت، طبعا ما عندناش وقت، ما انا عارفه ان مفيش وقت، بس طبعا نطلعها على بلانشا عشان البايركس لازم تتعاملي معاه كده معامله ادميه، معامله محترمه عشان البايركس يعيش معاكي، عشان الناس اللي بتقول لك البايركس ما بيعيش، لا بيعيش، احنا اللي بنتعامل غلط.
نحط الصينيه دي في الفرن زي ما اتفقنا على درجه حراره 200.